أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم مجدداً ونستهل النشرة بأبرز العناوين. البطريرك بشارة بطرس الراعي يختتم زيارته للأردن. قداس احتفالي لمنح المناولة المقدسة لأبناء الرعية السريانية الأرثوذكسية. المطران جبارة في زيارة رعوية لمنطقتي جبل الحسين ومرج الحمام. وفي التفاصيل أيضاً، الجامعة الأمريكية في مادبا تقدم منحاً دراسية للمتفوقين. أهلاً بكم. زيارة هامة قام بها غبطة البطريرك الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي إلى المملكة، التقى خلالها العديد من المسؤولين الرسميين وشخصيات دينية ورعوية، بالإضافة إلى ترأسه قداساً إلهياً في كاتدرائية أم الجمال الأثرية. تفاصيل أوفى حول الزيارة في سياق التقرير التالي. بدعوة من الحكومة الأردنية، بدأت زيارة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي إلى المملكة منذ 23 وحتى 26 من الشهر الجاري. كان لغبطته برنامج حافل باللقاءات الرسمية والكنسية وزيارات لأهم المواقع الدينية. فبعد وصول الضيف الكبير والوفد المرافق له إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث كان في استقباله وزيرة السياحة والآثار لينا عناب والسفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون وجمع من المسؤولين الرسميين. طبعاً نحن بس التقينا بمعالي الوزيرة وسفيرتنا والمسؤولين اللي شرفونا، هيدا كان شرف كبير لإلنا. وحال بس نجي على عمان أو على الأردن المملكة محس حالنا نحن في لبنان، لأنه هالمشاعر القلبية والمشاعر العاطفية هيدي ما بدها حسابات. أنا بهالفترة بدي بالحقيقة، واليوم عيد مار شربل، عيد كنيستنا هون، بدي حيي الشعب الأردني وعلى رأس جلالة الملك وكل المسؤولين رئيس الوزراء، وبدي حيي كمان وزيرة السياحة سيدنا هون مطال الأبرشية، سفيرتنا وكل المسؤولين. طبعا اليوم يوم سعيد لإلنا كلنا في الأردن، وأنا بس بدي أصحح معلومة. أول شيء غبطته ما بده دعوة للأردن، بس وجوده معنا هو تلبية لدعوة من دولة رئيس الوزراء لزيارة الأردن بلده الأول والثاني. إحنا اليوم سعيدين جدا بوجوده معنا، وطبعا يعني هذه الزيارة بتأكد عمق وجمال العلاقة ما بين الأردن ولبنان. التقى غبطته بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حيث أشار سموه خلال اللقاء إلى جهود الكنيسة المارونية في نشر اللغة العربية والأدب العربي عبر تأسيس أول مطبعة في الشرق الأوسط في القرن السادس عشر، مؤكداً ضرورة استعادة زمن التنوير والفكر وتجديد الخطاب النهوضي العربي. واستقبل سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية المبعوث الشخصي لجلالته غبطة البطريرك ماري بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق له، وبحث سموه مع غبطته عددا من المواضيع المتعلقة بالجالية اللبنانية عموما وأبنائها الموارنة خصوصا. كما تطرق اللقاء لمشروع الكنيسة المارونية في موقع معمودية السيد المسيح، حيث قدم جلالة الملك عبد الله الثاني قطعة أرض لإقامة المشروع، وأكد سموه على ضرورة أن يعكس هذا المشروع صورة وهوية الكنيسة المارونية وطابعها الهندسي. والتقى غبطة البطريرك ماري بشارة بطرس الراعي برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الذي أكد خلال اللقاء أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يعتز ويفتخر بأنه يشكل نموذجاً للتعددية والتسامح والاعتدال والوسطية، مشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن ولبنان والحرص على تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة. ومن جهته أثنى البطريرك الراعي على التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين والعلاقات بين الكنيسة المارونية والمملكة، مؤكداً دعم الكنيسة المارونية وجميع الكنائس للوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وضمن برنامج زيارته إلى الأردن،
قام البطريرك الراعي بزيارة مطرانية اللاتين في عمان، حيث التقى مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بحضور مطران اللاتين في الأردن ويليام الشوملي والسفير البابوي المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتين والبطريرك فؤاد الأطوال ورؤساء وممثلي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنائس الرسولية المختلفة. بدي حيي كل رؤساء الكنائس اللي حاضرين معنا، وبدي أشكركم إنكم شرفتوا، هذا شرف كبير لنا إن نكون سوا. نحن كمان اليوم بدنا نقول يا رب زدنا إيمانا، بالإيمان فينا نصبر، بالإيمان فينا نتكاتف، وهذا الشيء أنتوا عم تعملوا. اللقاء هلا أكبر علينا للوحدة اللي أنتوا عايشينها والتعاون اللي أنتوا عايشينه. وأقامت السفيرة اللبنانية تريسي شمعون حفل استقبال لغبطته، حضره مسؤولون رسميون وشخصيات دينية، حيث أشارت شمعون في كلمتها إلى أهمية هذه الزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. حلت البركة بوجودكم بيننا يا صاحب الغبطة، هذا البيت سيظل يتذكر توقيع بركاتكم، على أمل أن تكون زيارة الحاج إلى أم جمال وإلى المغطس موقع عمادة السيد المسيح مثمرة، وأؤكد لكم أنها ستبقى في ذاكرتنا على الدوام حاملة رسالة المحبة والسلام. واختتمت اللقاءات الرسمية لغبطته بحفل استقبال أقامه رئيس الجالية اللبنانية في الأردن السيد فؤاد أبو حمدان بحضور شخصيات رسمية وكنسية ونيابية وأبناء الجالية اللبنانية، حيث أعرب أبو حمدان عن سعادته بزيارة غبطته قائلا له بأنه الصوت الصارخ في برية هذا العالم. أشكرك يا صاحب النيافة على قبول دعوتي في بيتي المتواضع، وهذا وسام أحمله على صدري مدى الحياة، فأنت العربي الأبي الوطني الأصيل والشجاع، وأنت ضمير لبنان الحي حيث يعلو صوتك في المحن والأزمات. في جدول زيارته الرسمية إلى المملكة وترأسه للقداديس الإلهية في المناطق التي حظيت بلقاء غبطته، استقبلت الرعية المارونية راعيها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة مار شربل للموارنة، حيث ترأس غبطته القداس الإلهي بمناسبة عيد شفيع الكنيسة القديس شربل بمعاونة رئيس أبرشية الأراضي المقدسة المطران موسى الحاج والنائب البطريركي العام للموارنة في بيروت المطران بولس الصياح والنائب البطريركي للموارنة في مصر والسودان المطران جورج شيحان وراعي كنيسة مار شربل المونسنيور غازي خوري، وبحضور لفيف من الأساقفة والكهنة من مختلف كنائس المملكة والراهبات والأخويات ومجموعات كشفية وجوقة الكنيسة وسفراء دول وشخصيات رسمية وممثلي جمعيات ومؤسسات خيرية وجموع من المؤمنين. تلاه حفل استقبال أقامته الرعية لغبطته، قدموا فيه مجموعة من الهدايا التذكارية باسم الرعية وفعالياتها لضيف الأردن الكبير. الواقع لبنان هو دولة شقيقة للأردن، والكنيسة المارونية هي كنيسة شقيقة لكل الكنائس المشرقية، وشخصية البطريرك الكاردينال بشارة الراعي هي شخصية تجمع، فوجوده في الأردن هو بركة للجميع، الكل يرحب به والكل يحبه، كما أننا كلنا نحب لبنان ونتمنى له السلام. أنا مبسوط بهالمساء أنه أشارك بهالقداس الاحتفالي اللي يحتفل فيه غبطة سيدنا البطرك، وبزيارته بفكر أنه أكثر من زيارة صار جاي على الأردن، وهي مفيدة لنا كلنا الصراحة، سواء كان على المستوى الوطني على مستوى الأردن بنفس الوقت على مستوى الكنسي، وتفيد أيضا الحوار بين كل الكنائس والمحبة بين كل الكنائس، وهو ينشر ويدعو دائما بتعاليمه إلى رسالة المحبة والسلام
وقبول الآخر ونشر العدل فيما بين كل الشعوب. نحن وحدة واحدة، نشكر الله وأيضا من أرض الأردن إلى صاحب الجلالة الهاشمية، إلى الحكومة الأردنية الرشيدة، إلى دولة عمر الرزاز ووزارة السياحة الذين يستضيفون غبطة البطريرك بهذه الحفاوة وبمثل هذا التنظيم. نقول حفظ الله الأردن، حفظ الله لبنان، وأدام الوحدة بينهما، وجعل العلاقة الإسلامية المسيحية متجذرة، لكي نقول للعالم أن من هنا كانت رسالة المسيح للسلام، ونحن صناع السلام. زيارة غبطة البطريرك إمار بشار الراعي هذه حقيقة خطوة مباركة بالنسبة لنا، لأنه إحنا بنبني عليها وراح نطور من مفاهيم كل ما يتعلق بإدارة الشأن السياحي بين الأردن ولبنان بين الطرفين، حتى نطور هذه العلاقات إلى رحاب أوسع إن شاء الله. نرحب بغبطة البطريرك بزيارته لبلده الثاني الأردن، وهذه طبعا زيارة مهمة، دعم للكنيسة المارونية بالأردن وكافة الكنائس الموجودة بالأردن، وأيضا دعم لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تحاول تسويق السياحة الدينية بالأردن، وطبعا افتتاحه غدا لكنيسة أم جمال ثاني أقدم كنيسة موجودة، وزيارته للمغطس سيكون لها أثر كبير لتسويق السياحة الدينية بالأردن، وإن شاء الله تكون زيارة خيرة ومباركة للجميع. نرحب بقداسة البطريرك مار بشار الراعي لزيارته للأردن، ونتمنى بأن تكون هذه الزيارة إيجابية على المستوى المسيحي بالأردن. غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، وإحنا سعيدين جدا بوجوده بيناتنا، وراح تكون الزيارة إن شاء الله ممتازة، والكل بنتظر فيه حتى يسمع منه إشي سلام ومحبة إلى جميع أنحاء العالم، ومن ضمن الأردن العزيز وبقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. فإحنا منهني الشعب اللبناني ممثلا بقداسة سيدنا البطرك لهذه الزيارة، ونتأمل أن تكون العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية بين لبنان وسوريا من خلال هذه الزيارة تقوى، ويزدهر الأمان والأمن في هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا. كانت الأمور مرتبة، كانت الأمور قريبة للقلب، كانت الأمور تشعر في وحدة مسيحية، وبنفس الوقت كان هنالك أطياف مختلفة من الأردن ومن العالم العربي، كلها بإطار واحد، بمحبة واحدة، بعمل مشرف واحد. أتمنى من الله أن يوفق الجميع، يوفق غبطة البطرك في عمله الخير، ونحن نعلم بأنه هذا الإنسان يتمتع بصفات مسيحية روحية رائعة. نتمنى له التوفيق، ونتمنى لبلادنا التوفيق والمحبة والسلام، وأن يدوم السلام في أرض السلام. وبحضور رؤساء الكنائس والفعاليات المجتمعية والشعبية، وصل البطريرك الراعي والوفد المرافق إلى منطقة أم جمال الأثرية، وكان في استقباله وزير الشؤون البلدية وليد المصري، ومحافظ المفرق حسن القيام، ورئيس بلدية أم جمال حسن رحيبة، وشخصيات نيابية وأمنية ووجهاء ومسؤولو المنطقة. توجه غبطته لافتتاح حديقة المحبة والسلام عند مدخل موقع أم جمال بمحافظة المفرق، ليترأس بعدها القداس الاحتفالي في كاتدرائية أم جمال الأثرية بحضور جموع غفيرة من المؤمنين والكشافة وأبناء المنطقة. وفي اليوم التالي لجولة غبطته التي استهلها بزيارة إلى المغطس موقع معمودية السيد المسيح، وبعد استقباله في قاعة كبار الزوار والاستماع من مساعد مدير موقع هيئة المغطس رستم مكيجيان لشرح موسع عن الموقع، توجه البطريرك الراعي إلى موقع بناء كنيسة مارمارون على ضفة نهر الأردن الشرقية، حيث رفع الصلاة داخل خيمة نصبت على الأرض التي ستنطلق فيها أعمال بناء الكنيسة التي سبق أن وضع غبطته حجر الأساس لها في عام 2012، شاكرا في كلمته كل الجهود التي تبذل لبناء كنيسة مارمارون على ضفاف نهر الأردن. بعدها قدمت المرنمة رانيا يونس باقة من التراتيل الروحية، ثم توجه إلى زيارة نهر الأردن موقع عماد السيد المسيح للتبرك من مياهه المقدسة. أنا بدي حيي المملكة الهاشمية الأردنية، هل هي أرض سلام، أرض محبة، أرض
هيك ألفة منفتحة للجميع، أرض تعددية، هذا كله علامات هذا الحضور الإلهي بهذا المكان المقدس. وترأس غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي في كنيسة سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون بحضور لفيف من الأساقفة والكهنة وبمعاونة راعي الكنيسة الأب يوسف فرانسيس وبمشاركة راهبات الكلمة المتجسد وكشافات وشبيبات وجموع من المؤمنين. اختتمت الزيارة المباركة لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في أردن المعمودية أيام قليلة قضاها بيننا غبطته، لكنها حملت في طياتها العديد من العبر والرسائل التي تدعو إلى المحبة والتآخي، مؤكدا على دور الأردني في دعم وتحقيق السلام العادل بين الشعوب. فحللت أهلا ووطأت سهلا في بلدك الثاني الأردن الحبيب. كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس بعمان قداس إلهي احتفالي بمناسبة منح المناولة المقدسة لأبناء الرعية، وشكر وتكريم للمطران مار ساويروس ملك مراد على خدمته الأسقفية طوال 22 عاما الماضية. إلى التفاصيل. ترأس المطران مار ساويروس ملك مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأراضي المقدسة القداس الاحتفالي بمنح المناولة المقدسة لأبناء الكنيسة السريانية في الأردن في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس بمنطقة الصويفية بعمان. عاونه فيه كاهن الرعية الأب بنيامين شمعون وشمامسة الكنيسة وسط حضور أعضاء جمعية السريان الخيرية وعدد كبير من أبناء الرعية والإخوة المهجرين العراقيين. دبشينو بشنو ما دبحثو حيثو لالوهو أبو موريكول لوف كولان القار رحمي وشنو ما دبحثو تا ديتو. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن المناولة المقدسة وقال إنه اليوم سعيد جدا بخدمته القداس الإلهي مع أحبته في عمان، موضحا دور المناولة المقدسة في حياة الأطفال وتنشئتهم على محبة الكنيسة والأسرار المقدسة. وأوصى سيادته الأهل بأن يهتموا بأطفالهم ولا يحرموهم من نعمة الكنيسة. فنحن سعداء اليوم أن نرى أمامنا في الكنيسة هذه المجموعة المباركة من الأطفال الأبرياء، الأطفال الذين تقدموا بنفس نقية وهمة عالية وأصبحوا مثل الملائكة بلباسهم، واقفين وجالسين أمام المذبح المقدس لكي يتقدموا بشوق ويتناولوا جسد الرب يسوع ودمه الأقدسين. وكما تعرفون في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية المقدسة هذا الاحتفال نسميه المناولة الاحتفالية ولا نسميه مناولة أولى، لأننا عندما نعمد الأطفال في جرن المعمودية نعطيهم أربعة أسرار: سر المعمودية وسر الميرون المقدس والقربان المقدس، وطبعا التوبة والاعتراف. هم أطفال صغار يكونون، إنما يمارسون التوبة والاعتراف عندما يكبرون.
كما ألقى الأب شمعون كلمة مهنئا بها الأطفال المحتفلين، شاكرا لسيادة المطران على ترأسه القداس الاحتفالي وعلى خدمته في الأراضي المقدسة التي دامت 22 عاما، شاهد الجميع فيها محبة عميقة وتضحية كبيرة في خدمة الكنيسة وشعب المسيح. حاولنا نزرع بذرة محبة الكنيسة في داخل قلوبهم حتى من يكبروا ويشعروا دائما. اليوم هم أفراد، بعد أيام بعد سنين راح يصيروا عوائل، فنريد دائما يكونوا قريبين من الكنيسة من بيت ربنا. زرعنا هالبذرة ونحن نطالب بعدين عوائلا في أنه يسقوا هالبذرة وينموها أكثر. بخصوص سيدنا صاحب النيافة، يعز علينا نحن اليوم نودعه، نحن بالحقيقة نكرمه لأنه هو خدم لمدة 22 سنة في هالأبرشية بكل محبة بكل عطاء بكل نكران ذات، وبالحقيقة قدم كل ما عنده، ونحن اليوم ما نودعه، نحن اليوم نكرمه ونقول له شكرا سيدنا على خدماتك، وربنا يوفقك في حياتك الجديدة، وربنا يكون معه في كل خطوة من خطوات حياته. وفي ختام القداس، قدم السيد جورج هزو رئيس جمعية السريان الخيرية في الأردن نيابة عن أعضاء الجمعية درعا تكريميا لسيادته على كل الجهود التي بذلها خلال الأعوام الماضية في الخدمة الصالحة. نشكر كل الذين دعموني خلال فترة خدمتي لهذه الأبرشية القدس وبيت لحم والأردن والسيادية المقدسة لمدة 22 سنة، وكانت خدمة حافلة بالنشاطات الروحية وتقدم المؤمنين في الإيمان وفي النعمة والقامة أمام الله وأمام الناس، وإن شاء الله تكون فترة مقبولة قدام ربنا يتقبلها ويعطينا أن نكمل معه هذه الخدمة الإسقفية والمطرانية في مكان آخر من العالم. لذلك نتمنى لهذه الأبرشية كل التقدم والنجاح والازدهار، ونشكر نورسات ونتمنى لها الصحة والعافية والنجاح لكل المسؤولين ولكل العاملين ولكل الأعضاء، وربنا يحفظكم ويجعلكم دائما نورا على الأرض ونورا في السماء، تنقلون كل احتفالات الدينية والرسمية والقداسيس والصلوات لكل شعبنا المسيحي المنتشر في كل العالم، فنشكركم وربنا يكون معكم دائما. من ثم التأم الجميع لقاعة الكنيسة للاحتفال بالأطفال المحتفلين بالمناولة ولوداع سيادة المطران ساويريوس، متمنين له دوام الصحة والعافية والخدمة الصالحة في مهمته الجديدة. أعلن رئيس الجامعة الأمريكية في مادبا الدكتور نبيل أيوب عن إطلاق حملة لأنكم أهلنا، التي تقدم منحاً دراسية في جامعات عالمية على أساس التفوق الأكاديمي للطلبة من أبناء محافظة مادبا، مشيراً خلال مؤتمر صحفي إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم برامج وميزات منوعة كبرنامج الدراسة في الخارج الذي يتيح للطالب دراسة فصلاً أو فصلين في جامعات أمريكية أو أوروبية وبنفس الرسوم المحلية دون أي أعباء مالية إضافية على الطالب أو ذويه، موضحاً أن الاشتراك في هذا البرنامج اختياري وذو فائدة، حيث يفتح الآفاق للطلبة في التعرف على ثقافات متعددة ومن مختلف الجنسيات. وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج الجامعة كونها غير ربحية، وهي الجامعة الأمريكية الوحيدة في الأردن وتقدم المنحة على أساس التفوق الأكاديمي. يواصل سيادة المطران كير جوزيف جبارة زياراته الرعوية في مختلف مناطق الأردن، يلتقي خلالها أبناء الكنيسة للإطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم. تفاصيل زيارته إلى رعيتي مرج الحمام وجبل الحسين في هذا التقرير. زيارات رعوية متعددة يقوم بها سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، يلتقي خلالها رعاة الكنائس ومؤمنيها، حيث قام سيادته بزيارة رعوية إلى كنيسة النبي إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في مرج الحمام، ترأس خلالها قداسا احتفاليا بمناسبة عيد شفيع الكنيسة النبي إيليا بمعاونة الأب جورج شرايحة راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جموع من المؤمنين وكشافة الكنيسة وجوقة وأخوية الرعية. لـ
لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك. وفي عظة القداس تحدث سيادة المطران جبارة عن قبول كلمة الرب ونبذ كل الآلهة الوثنية من حياة الشعب، مبينا أن كل من المال والسلطة هم آلهة وثنية، وأن وجوب العبادة تكون مقصورة لله وحده. السلطة هي للخدمة. إذا يوم النبي إيليا جاي حتى يذكرنا بهذه الأمور، حتى يقلنا في أصنام كثير بحياتنا، والصنم مش هو الحجر بس، مثل ما قلت لكم بيقدر يكون إشياء كثيرة علينا نحطها بمكانها، ونعرف أنه عبادتنا هي لله الواحد. أمين. وبعد نهاية القداس افتتح سيادته حديقة الأطفال التابعة للكنيسة، ثم توجه إلى حفل استقبال ألقى فيه أمين المجلس الرعوي الدكتور حنا قاقيش كلمة أشار فيها إلى إنجازات الرعية وعن آمالهم وتطلعاتهم، ثم تبادل سيادته مع الرعية الحوار والنقاش في عدة قضايا تهم الجميع، كما قدم الأب شرايحة وكشافة الرعية هدايا تذكارية لسيادته، واختتم اللقاء بتبادل الصور التذكارية بمناسبة هذه الزيارة الرعوية المباركة. وفي السياق ذاته وبمناسبة عيد شفيع الكنيسة النبي إيليا، قام سيادة المطران جوزيف جبارة بزيارة رعوية مماثلة لكنيسة النبي إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في جبل الحسين، حيث ترأس سيادته القداس الاحتفالي بحضور السفير البابوي المطران ألبرتو أورتيغا مارتن وقدس الأب مودي هانديلي راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة وجموع المؤمنين من أبناء الرعية. وفي عظة القداس شكر سيادة المطران جبارة الأب هانديلي لجهوده الطيبة في خدمة الرعية، داعيا الحضور إلى الإيمان الصادق اقتداء بنبينا الشفيع إلياس. ثم قدم الأب هانديلي كلمة ترحيبية بالمطران جوزيف جبارة، شكره فيها على زيارته الكريمة لرعيته في جبل الحسين والإطمئنان على أحوالهم، كما ألقيت كلمة أخوية أم النور التي استعرض فيها نشاطات الأخوية على مدار العشر سنوات من عمرها، تلتها كلمة عن مجلس الرعية التي تضمنت إشادة كبيرة بالتاريخ المسيحي في المنطقة وبالذات على الأرض الأردنية المباركة. الكرامة عنوان مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام الذي انطلقت فعالياته في 19 من الشهر الجاري، حيث أوقدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب شعلة المهرجان معلنة انطلاقته حتى 28 من الشهر الحالي، وتضم فعالياته باقة منوعة من الأمسيات الغنائية والموسيقية والمسرحيات والفنون الفولكلورية والدبكات الشعبية تؤديها فرق عربية وعالمية مشهورة، فضلا عن إقامة معارض للصناعات التقليدية الأردنية. وأجمع المتحدثون في حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والمهتمين وجموع كبيرة من الأردنيين والزوار على أن جرش وهي تستقبل مهرجانها لهذا العام إنما تؤكد على أنها المدينة الخالدة الشامخة بمسارحها وأعمدتها ومساجدها وكنائسها. اليوم هذه مش رسالة جديدة، هذه رسالة احنا مستمرين في بثها دائما، رسالة المحبة والأخوة والسلام. طبعا مهرجان زي مهرجان جرش هو فرصة كتير كبيرة كمان انه نبعث هذه الرسائل للعالم، نورجي العالم مرة تانية الوجه الحضاري، نورجي العالم محبتنا لبعض، محبتنا للعالم ومحبتنا لضيوفنا اللي بيجوا بزورونا. فيعني بالتأكيد الفعاليات الفنية والثقافية يمكن هي افضل مجال إنه نبث رسائل محبة وخير للعالم. المملكة فاتحة أبوابها للجميع،
والسياحة معالي وزيرة السياحة يعني أجهدت وأصابت عندما قالت أنه أولا أعداد السياح في ازدياد، إخواننا من العرب من الخليج بالذات أتوا، إخواننا من فلسطين، فلسطين اللي اليوم في الكنيسة الإسرائيلي أرادوا أن يغتصبوا هذا الحق. لا، احنا بنقول لهم لأهل فلسطين تعالوا ونبادلكم الثقافة ونجذرها فيكم ونفتح أبوابنا لكم دائما وأبدا. فهنالك من عرب فلسطين ونصر على عرب فلسطين قادمون إلينا، هنالك المجموعات السياحية الأجنبية على المسرح الشمالي راح يكون في فعاليات عالمية أنا أعتقد أنها تجذب السياح. تم توزيع البروشورات في كل الفنادق وعلى وكلاء السياحة والسفر. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك بشارة بطرس الراعي يختتم زيارته للأردن. قداس احتفالي لمنح المناولة المقدسة لأبناء الرعية السريانية الأرثوذكسية. المطران جبارة في زيارة رعوية لمنطقتي جبل الحسين ومرج الحمام. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.